نتعلم كده نعمل هذا الصعب، نتعلم كده نعمل هذا الصعب. نجيب ورقة، أو هو سهل يعني كثير، طريقة سهلة وما بده شيء، ولا تفكروا أنه صعب ما بعرف شو، هي سهلة وسخيفة وطيران وحلو. نعملها هيك على النص تماما، شايفين كيف صارت؟ نفتحها في خط بالنص، نعملها هيك. أول ما طريقة الصاروخ العادي، نعملها بعدها هيك. أخ شايفين كيف صار؟ نعمل له هلا، نعمل له هيك، نظبطه على النص تماما، نفتحه في كل هدول الخطوط. شايفين كيف صايرين؟ نعمل هيك، هذا نعمله على النص، على النص تماما. هيك كيف صار؟ نرجع نعمل أقل أقل، يعني هيك تركش سطرين إذا بدكم. كيف؟ شوفي المساحة، صار في هوني سطرين خطين. نعمل هاي، نرجع نعمل هاي. أوكي هنعمل هيك، في ضل خطوط بيساعدونا على عملها، نعملن هيك. هيك شايفين هوني في خط، طلع شايفين في خط، انتوا عندكم ببين اكثر، تعملوه على الخط، خط ومن عند الخط الثاني بنعمل له هيك. قرب ما نخلص، بقى كم حركه نخلص. بعد ما بصير هيك شايفينه كيف صار؟ شايفينه؟ طلع هون في فضة، صح؟ نعمل هيك عشان ما يضل في فضة، نطبقه شوي على النص. هو حي الله راح يطبق على النص تماما، بس انه هيك ما بعرف ليش. بعدين نفتحه شايفين كيف صار؟ نرجع نعمل له هيك، صار اذا فيكم تعملوا له هيك. كيف صار؟ شايفين كيف صار؟ تعود على هاي الحركه، الجناحات تعودنا. بعدين نعمل له هذا الخط هيك، نفتحه هيك. كيف يصير الثاني؟ نفس الشيء، ما تعملوا واحدة اكبر من الثاني، بس عملتوا ديك مايل شوي، اعمل الثاني مايل شوي. شايفين كيف صار؟ هلا رح فرجيكم كيف بده يطير. فرجيكم شايفين كيف صار؟ طلع هنيكي، شايفين هنيكي بهذاك، طلع كيف بده يطير، هذا هو شكله. بيرجع لكم شايفينه بلف، بيكوع كثير حلو هيك. ولا تنسى تحطوا لي لايك. باي.